مبسط هشام، عضو المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية جماعة الترابية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل. يعني كيفاش اليوم اللقاء التواصلي ديال الفيدراليين الجماعيين هنا بالمحمدية؟ كيف جرات العادة، ديما المكتب المحلي ديال النقابة الديمقراطية للجماعة الترابية كيعقد جمعة عامة تواصلية مع المنخرطين والمنخرطات في كل مكان الجديد. بالنسبة للموضوع الساعة هو ملف السكن ديال الشغيلة الجماعية، يعني بعد المصادقة ديال سلطة الوصاية، بعد المجهود اللي قام به السيد رئيس مجلس البلدي اللي كان نوجه ليه الشكر بالمناسبة على المجهود اللي قام به، أننا قطعنا واحد الخطوة اللي كنعتبروها إيجابية وخطوة ملموسة. يعني الحمد لله أصبحنا كنشوفوا أن هذا المشروع غادي يخرج الحيز الوجود في أقرب وقت. وكذلك كنطالبوا من السيد الرئيس الرفع من المنحة عوض 20 مليون باش توصل ل 150 مليون أو 200 مليون، كيف داروا بعض الجماعات كإن زكان كفاس كمكناس كهذا. خصوصا عندكم أهل الدار كما قالوا لنا. أي الحمد لله احنا أهل الدار وحنا موظفين وعمال ومستخدمين ديال الجماعة. يعني هذا مشروع ديالنا كنطلبوا من السيد الرئيس باش يكمل هذا الخير ديالو ويبرمج واحد الغلاف مالي لهذا المشروع في أقرب دورة باش تتم المصادقة عليه وباش يكون فرح وسرور للشغيلة الجماعية. وشكرا. معنا أحد الجماعي أيضا، يعني تعليق ديالك على ما غن نتكلمش أكثر ما تكلم الأخ هشام لأنه هو أقرب نظرا لكونه عضو فيدرالي. فيما يخص الحدث ديال اليوم هو اجتماع تواصلي ما بين المنخرطين وبين المكتب ديال الفيدرالية الديمقراطية للشغل حول السكن. اللي نقدر نقول بأن اليوم عندنا واحد كما غنسميه واحد يوم عيد ويوم اللي كل الموظفين فرحانين بهاد كما غنقولوا بهاد الاقتراح ديال هاد السكن وهاد المشروع اللي خرج حيز التنفيذ. كنود نشكر السيد رئيس مجلس البلدي لمدينة المحمدية اللي كان الحمد لله بجهد الله سبحانه وتعالى اللي كان هو السبب في إخراج هاد السكن للوجود. كما كنشكر كذلك الأعضاء المجلس البلدي لأنهم هما بدورهم صوتوا على هذا المشروع والحمد لله هذه فعلت خير. وكما كنتفاجئ بأن الجمعية كتاخذ 20 مليون، هذا راه كنقول من هذا المنبر هذا راه ما كافيش يا سعادة الرئيس، كنطلبوا باش تكون واحد المنحة اللي مشرفة على الموظفين وعلى العمال، وكنطلبوا منه باش يرفع منها. وحنا الحمد لله راه ما غنقولوش ليش كنا ما احنا لأنه عاشرنا وعارفنا كيفاش كنعيشوا الحالة ديالنا، الحالة اللي كنسميها بحالة مزرية في الحقيقة، لأن داكشي ما قادناش لا مع وليداتنا لا مع الدراسة، راك كتعرف الحالة العائلية اللي كل أب كيتحمل المسؤولية عليها، وما بالك بقبر الحياة. قبر الحياة حنا ما كنمتلكوش، حنا باقيين عايشين غير مع والدينا. كاين اللي مهددين بالإفراغ في الجماعة كما عرفنا. الحال من طبيعة الحال اللي كنطلبوا منه هو يزيد الخير ديالو ويوقف معنا في هذا المشروع ويساندنا كذلك حتى في المسائل ديال البناء وديال هذا حتى نستافدوا من هذا السكن، وكنتمنى التوفيق لكل شيء. شكرا. الحين دي فرصه ما تفوتنيش تشكر الرئيس الحاج فضل بانه ساعدنا في هذا الملف ديال السكن ولا الناس ديال الجمعيه والناس ديال المحمديه باش يوقفوا مع الموظفين ديال بلديه المحمديه كلهم، انه كل شيء اغلبيه كاري اغلبيه ساكن مع والديه، وتنشكر الجميع باش يساندونا ووقفوا معنا في هذا المشروع ديال السكن. ابو زكريا حسين، كيفاش هذا اللقاء اليوم؟ اللقاء كان مثمر وبالجهود ديال الاخوان ديال الفيدراليه، ومن هذا المنبر كنشكر جميع المسؤولين اللي كاينين في المجلس البلدي اللي عاونونا وشاركوا ووقفوا معنا حتى وصلنا لهذا المكتسب، وهذه لحظه تاريخيه بالنسبه للموظفين والاطر ديال الجماعه والمستخدمين ديال الجماعه. ومن هذا المنبر كنشكر اولا رئيس مجلس البلدي وكنشكر رئيس الجمعيه الاعمال الاجتماعيه، وكنشكر حتى النقابه باسم حاسيب نور الدين واللي ضافروا لهذا الجهد، وكنشكر حتى الاعلام اللي واقف اللي حاضر معنا من هذا المنبر.